السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بمجتمع البلندر. سنقوم الآن بعمل الجزء الثاني. في المرة السابقة قمنا بعمل الفيرست فلور، لقد قمت بخطأ بسيط، سأقوم بإصلاح الآن. سأحاول أن أضع النوافذ والأبواب لنتجنب عمل اللوب كات. سأذهب، أظن سأذهب إلى الفرونت فيو، بعد ذلك أقوم ب أظن أس سأذهب إلى إيديت مود. في المرة الماضية قمت بخطأ بسيط، لم أقم باستخدام سكرين كاست. أذهب سأقوم بعمل ديليت. أوكي، أقوم باختيار أولا نذهب إلى الفرونت فيو، سنقوم بوضع النوافذ. Door is here. Okay. For the garage, on a concept, so on a navigator. انتهينا من النوافذ في الفرست فلور. أظن هنا البلكونة، سأترك. أوكي، الآن سأقوم بعمل اختيار، نختار أنا ذهب إلى الفرونت فيو، أضغط إكسترود طبعاً، أوكي، هنا، بعد ذلك إكسترود، أوكي، أذهب إلى نقطة زيرو، أختار بريدج تول، شيفت، دبليو، بريدج. Forget the window. Okay, counter Z Z. I think I forgot the window. Okay, one. Yeah. I think the window is here. Seven. Z. Oh, okay. Deselect the window. Front view. Okay. Now on Z. اوكي، now we terminate. انتهينا من عمل زيت الباب. اوكي، مش مشكلة، سنقوم بحل. Search.
safe. Ok, top. Y. Y. X. بالمناسبة أضغط على شيفت ليقوم بعمل سنبدأ اختار زد هذا بلا فيرتس مود شيفت دي شيفت هش واحد نختار سنقوم بعمل بعض التعديلات اللي فيرست فلور اوكي سنقوم بعمل كانت هنا من فيرست فلور نروح إلى كل واحد
انتهينا من الجزء العلوي، الآن في المرحلة القادمة سنقوم بإضافة الأجزاء الأخرى. أرجو أن تستمتعوا بهذا الفيديو، وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم.